النهارده في حلقه الجمعه الحقيقه وكالعاده اذا كانت الهدف الاساسي والرئيس من الحوارات ومن البرامج ومن الافكار هو اننا نتكلم عن الموضوعات اللي تخص الناس وتهم الناس، هاي النهارده احنا مبسوطين شويه زياده ومبسوطين انه كلامنا النهارده عن حوار ذو طبيعه خاصه جدا. علمونا زمان شويه حاجات صح كتير شويه حاجات غلط احيانا. من ضمن الحاجات الغلط اللي في أجيال كده تربت وتعلمتها إنه بس ما تتكلمش، ما تسألش، ما تفكرش، احفظ، اكتب اللي انت حافظه وانت ساكت. فاكرين كل الحاجات اللي كانت بتتقال لأجيال سبقتنا وأحيانا كانت بتقال لجيلنا إحنا، يعني بعضنا تربى كمان بالطريقة دي، لكن معظم الناس، معظم اللي بيسمعني النهاردة هيكون بيقول مش عايزة أعلم ولادي كده. الخلاصة يعني إن كل اللي تربى وتعلم على فكرة بس ما تحاورش وما تسألش وما تتكلمش واعمل وانت ساكت ندم ندم شديد جدا، لأنه اكتشفنا إن دي أسوأ طريقة لإدارة أي شيء، حتى التربية. حتى لو كنت انت أحسن شخص في الدنيا، لو أدرت أي كيان أو بيت أو مؤسسة أو مجموعة من الأطفال بالطريقة دي في الأغلب بتخسر. عشان كده إحنا كلنا حسينا بسعادة كبيرة جدا، وحسينا إن طول الوقت في أمل كبير جدا إنه إذا كان هناك أبواب مفتوحة للحوار وللكلام فهي أبواب لفايدة مشتركة لجميع الأطراف. أولا للطرف المتحاور معه، أنا كمواطن هنسمع وحضرتك هتسمع وكلنا هنسمع عن كلام عن الحوار الوطني. من ساعة ما سيادة الرئيس أعلن عن إطلاق مجموعة من القرارات كانت يعني عظيمة ومغيرة جدا في أثناء حفل الإفطار السنة دي اللي كان في مايو، يعني من شهرين فاتوا أو من شهر فات، لكن الحقيقة أنه إطلاق الحديث عن حوار وطني مصري كان في حد ذاته واحدة من أهم الحاجات اللي فرقت مع من يقرأ بين السطور. يعني إيه الدولة تقولك في حوار وطني؟ يعني إيه الدولة تقولك عايزين نسمع كل الناس تتكلم؟ أولاً كان أول ردود الفعل إنه بعض الناس قالت مين ولا مين؟ هتسمعوا لمين ولا مين؟ إيه الحوار الوطني اللي يقدر يتسع لكل الآراء ولكل الكلام اللي في الشارع؟ وما هي جدوى الحوار الوطني؟ بالمناسبة دي أسئلة مشروعة جداً، لكن خلينا في البداية النهاردة على مدار الحلقة هنسأل كل الأسئلة دي، لكن خلينا النهاردة نقول قد إيه عظيم إننا نتحاور. الحوار معناه إننا أولاً هنشوف بعض، هنشوف بعض من كل التيارات ومن كل الأفكار ومن كل الرؤى، ونسمع اللي مبسوط مبسوط ليه، واللي زعلان زعلان إيه، واللي عنده فكرة يا ترى عنده فكرة مبنية على معلومة، واللي عنده اعتراض يا ترى اعتراضه ده ممكن يفيد في تغيير الأمور. الكل كسبان، إحنا بكلامنا عن الحوار الوطني إحنا مؤمنين كده من وإحنا بنقول يعني بسم الله، إحنا مؤمنين إننا كلنا كسبانين. اللي بيدير الحوار أكيد بيكسب، وإذا قلنا أنه إدارة الحوار الدولة هي اللي عندها رؤية وإرادة سياسية لإدارة حوار وطني فالدولة بتكسب على طول الخط بالحوار الوطني. بنكسب أننا بنسمع بعض، بنكسب أننا بندي الأمان لبعض أنه ما فيش حد فينا وحش وما فيش حد فينا كاره وما فيش حد فينا بره الدائرة بتاعة الحوار الوطني. بنكسب طبعا إذا كنا بنجيد اختيار طريقة إدارة الحوار. بالمناسبة الحوار الوطني في توصيفه كده لازم يدار على منصات كتير، يعني المجالس النيابية لها جزء من الحوار الوطني، الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة والمعارضة لازم تكون على مائدة الحوار الوطني، الإعلام هيكون ليه جزء كبير في الحوار الوطني، وهكذا. عايزين حوار حقيقي في كل مكان في مصر وفي كل مائدة صنع قرار في مصر عشان نقول احنا نقبل الآراء، الدولة تحب تسمع من كل الأطراف اللي تضيف. احنا بنتكلم عن إضافة حقيقية للجبهة الداخلية الوطنية وتقوية حقيقية. إذا كنا لو تفتكروا حضراتكم دايما لما بنتكلم عن المؤتمرات الوطنية للشباب كان بنفس القياس، كان الناس تقول لك ده هو ايه فايدتها، هو اللي بيحضروا بس هم اللي بيستفيدوا. الحقيقة حضرتك ما تقدرش تتخيل قد ايه كانوا مجموعات الشباب، الالاف من الشباب اللي بتحضر بتستفيد تاني زي ما بقول لحضراتكم اننا بنشوف بعض، وانه طول الوقت انت عدو من لم تراه ومن لم تتحدث معه. اول ما بنتكلم مع بعض احنا بنبقى في جبهة واحدة.
فكره انه في معارضه كنا مش قادرين نوصل لها او هي مش قادره توصل للدوله، مش قادره توصل صوتها، دي حاجه اعتقد انها واحده من المكاسب الحقيقيه اللي يحسها جدا الاحزاب السياسيه المصريه، اللي تلاقي حاله من الانتعاش ومن قبل ما يتم الاعلان عن اليه الحوار الوطني والحوارات شغاله، تحضير وترتيب افكار وترتيب اوراق واستعاده الدور والمكانه. الحزب دي حاجه عظيمه جدا بالمناسبه، وجود احزاب قويه دي حاجه تقول لك اننا بخير جدا، وان كل الكيانات اللي عندك في البلد ممكن تكون بتشتغل لفايده وخير البلد دي.